يا اهلا بحضراتكم جميعا، مساء النور عليكم جميعا. حديث جديد من حديث المساء. النهارده ان شاء الله هنعرف في فقره الاخبار الجديد في ملف التعليم والصحه، وكمان كلام الرئيس عن او خلال افتتاحه عدد من المشروعات بالمنوفيه، كمان هنعرف حكايه القطع الاثريه اللي مسكوها في المنيا، واخبار جديده عن الاهلي والزمالك بالنسبه طبعا للرياضه، واخبار تانية كتير. ولكن الاول هروح مع حضراتكم للعناوين. بعد افتتاحه عددا من المنشآت الصحية والتعليمية، الرئيس السيسي: الدولة تحملت تكلفة كبيرة لتطوير التعليم ومليار جنيه لعلاج مرضى قوائم الانتظار خلال 3 سنوات. بعد حياة حافلة بالأعمال الخالدة، تشييع جثمان الفنان الكبير جميل راتب إلى مثواه الأخير بعد صراع طويل مع المرض. واستعدادات في الأهلي وقرارات في الزمالك: معسكر مغلق للأحمر استعدادا لحرية الغيني السبت المقبل، والأبيض يدرس ضم عنصر جديد بالجهاز الفني لدعم جروس.